مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. في العام 1798 يتحرك نابليون بونابارت إمبراطور فرنسا بجيوشه نحو الشرق ليصل إلى سواحل الإسكندرية في بداية حملته على مصر. يدخل بونابارت إلى مصر، وكالعادة يحاول الفرنسيون في ذلك الوقت استمالة أهالي مصر إلى صفوفهم، ولكن يأبى أهل مصر ذلك. وفي عام 1799 يرسل الجنرال الفرنسي مينو إحدى فرقه إلى مدينة رشيد لبناء طابية رشيد بها لعمل تحصينات بها تحسبا لهجمات القوات البريطانية على الجيش الفرنسي. وأثناء عمل تلك التحصينات يكتشف أحد الجنود حجرا غريبا كتبت عليه مقالة من ثلاث لغات. لم يكن الجندي يعلمها بالطبع، ولكنه أحس بأهمية الحجر. قام الجندي على الفور بإبلاغ قائد الفرقة الضابط بيير فرانسوا بوشار، الذي قام على الفور بإبلاغ الجنرال مينو. قام مينو بنقل الحجر إلى منزله في الإسكندرية، وبعد تنظيف الحجر اكتشف بعض الضباط أن الحجر نقشت عليه نقوش باللغة الهيروغليفية المصرية القديمة في أعلاه، وفي المنتصف باللغة الديموطيقية، ثم النص اليوناني في أسفل الحجر. استقر الحجر في مصر لسنتين وبعد، وفي عام 1801 وبعد هزيمة القوات الفرنسية على يد البريطانيين وتوقيع معاهدة استسلام، كان من بين نصوصها تسليم حجر رشيد للقوات البريطانية التي قامت على الفور بنقله إلى لندن ليحفظ هناك في متحف لندن حتى يومنا هذا. ولكن كيف تم فك شفرة الحجر؟ عندما عثر الفرنسيون على الحجر قاموا بعمل عدة نسخ منه على أحجار جيرية ليتم توزيعها على العلماء لمحاولة فك شفرة اللغات المكتوبة عليه. وبنفس الطريقة قام الإنجليز بنسخ الحجر وتوزيعه على جامعات بريطانيا آنذاك. كان من بين هؤلاء العالم البريطاني توماس يانغ، الذي فهم أن اللغة الهيروغليفية المنقوشة على الحجر يتم فيها وضع أسماء الملوك داخل علامة بيضاوية. وهنا يظهر دور الفرنسي شامبليون، الذي ينسب إليه فك رموز اللغة المصرية القديمة. فبعد أبحاث طويلة استغرقت سنين، وفي سبتمبر من عام 1822 استطاع شامبليون بعد دراسته للغة اليونانية القديمة من مقارنة كلمات تلك اللغة بنظيرتها على الحجر. فعلى سبيل المثال استطاع مقارنة كلمة بطليموس باللغة اليونانية بحروف نفس الكلمة باللغة الهيروغليفية باستخدام نظرية توماس يونغ، والذي أشار فيها إلى وضع أسماء الحكام داخل الشكل البيضاوي. وبعد مجهود خرافي استطاع شامبليون قراءة النص باللغة الهيروغليفية، وكان النص عبارة عن رسالة شكر من الكهنة إلى حاكم مصر بطليموس الخامس لأنه قام بتخفيض الضرائب عن كاهل الشعب. وقد نقش الحجر في عام 196 قبل الميلاد، ومن حسن الحظ أن الرسالة كتبت على الحجر باللغات الثلاث ليتم فك رموز اللغة المصرية القديمة من خلال ذلك الحجر، لتفتح بعده آفاق معرفة أسرار الحضارة الفرعونية وأسماء ملوكها ومعاني النقوش على المعابد. وإلى هنا أحبتي نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالمتابعة. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد منا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.